الشرطه في خدمه ذوي الاعاقه، ومشاركه صفوه من الاساتذه والخبراء وقاده الفكر والراي بالمجتمع، وبحضور ممثلي الجهات الامنيه المعنيه والاجهزه الحكوميه وغير الحكوميه، آمنين أن يحقق موضوع الندوة مستهدفاته في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. وفي هذا المقام يشرفني أن أنقل لحضراتكم تحيات السيد الفاضل محمود توفيق، والتي يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار توجيهات سيادته إيمانا بدور المجتمع لوزارة الداخلية.